اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من دروس الرياضيات. النهارده هناخد برضه هندسه، وهناخد انواع المثلث بحسب اطوال اضلاعه. كنا قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان انواع المثلث بحسب زواياه، وقلنا في 3 انواع من المثلث. قلنا في مثلث حاد الزوايا، ونوع تاني اسمه مثلث قائم الزاويه، ونوع تالت اسمه مثلث منفرج الزاويه. ويا ريت نرجع للحلقه بتاعت انواع المثلث بحسب زواياه ونفهم الموضوع دوت عشان نربط الحلقتين ببعض. النهارده هناخد انواع المثلث بحسب اطوال اضلاعه، وده اخر حاجه في المثلثات، عشان بس ايه، مش اخر درس في المثلثات، اخر درس في انواع المثلثات، عشان بس ما حدش يقول لي ده في انواع كتيره. لا طبعا، هي انا عندي المثلث بيتكون من اضلاع وزوايا، فعملت له انواعه حسب الزوايا، وانواعه هنا حسب الاضلاع. عندي 3 انواع سهلين جدا، يعني هنقولهم بسرعه كده. اول نوع اسمه المثلث مختلف الاضلاع، باين من اللفظ بتاعها بالظبط كده. مختلف الاضلاع معناه ان ال3 اضلاع مش قد بعض. الضلع زي ما اتفقنا احنا بنقيسه بالمسطره، فكده يعني ده يبقى كام سنتي، او الضلع التاني به جيم مثلا كام سنتي، والضلع الف جيم كام سنتي، فاحنا بقيس الضلع بالمسطره. فساعات في الرسم يجيب لي كده الف ب ومكتوب جنبها 5 سنتي، فدي معناها القطعه المستقيمه الف ب اللي هو الضلع ده طوله 5 سنتي. لو قسته بالمسطره يقيس من 0 لغايه 5. اي حد اتعلمنا نقيس بالمسطره كتير قوي، فعشان كده ا ب طوله 5 سنتي، ب ج طوله 6 سنتي، ا ج طوله 7 سنتي. انا مش بعلمك الرسم دلوقتي، لكن انا بقول لك لما تشوف مساله بالشكل ده نوع المثلث ده ايه. نوع المثلث ده مختلف الاضلاع، لان اضلاع واحد فيهم 5 سنتي، واحد فيهم 6 سنتي، واحد فيهم 7 سنتي. طب طول ا ب ب5، طول ب ج ب6، طول ا ج ب7 سنتي. ما دام الاضلاع مش زي بعض يبقى المثلث ده اسمه مثلث مختلف الاضلاع. طيب تاني نوع اسمه مثلث متساوي الساقين. بالمناسبه كلمه ساقين يعني رجلين، فبيعتبروا المثلث اللي ليه ساقين دولت، اللي هي اللي متساوي الساقين دولت، كانه ليه رجلين، كانه بني ادم، فبني ادم كده ليه رجلين كده، فايه، فالمثلث ده اسمهم ساقين. والساقين دولت الطول ا ب بكام؟ 7 سنتي، وطول ا ج بكام؟ 7 سنتي. ايه ده قد بعض. فالمثلث ده كده بقى اسمه مثلث متساوي الاضلاع، يعني ا ب 5 سنتي، ب ج 5 سنتي، ا ج 5 سنتي. وناخد بالنا برضو ا ب عمل علامه شرطه، هي شرطه شرطتين 3 شرط مش مشكله، شرطه هنا، وب ج عليها شرطه، و ج عليها شرطه، كانه بيقول لي كده ان خلي بالك ان ا ب بيساوي ب ج بيساوي ا ج، كلهم 5 سنتي، بقى المثلث ده اسمه متساوي الاضلاع. طب لو خدنا كده مع بعض في مختلف الاضلاع، لو اداني مثلث 3 سنتي و7 سنتي و11 و9 سنتي مثلا، هبص 3 سنتي 7 سنتي 9 سنتي، حتى من غير ما ارسم مثلث، من غير ما ارسم مثلث. طب اداني مثلث تاني 4 سنتي و6 سنتي و7 سنتي، اي ارقام مختلفه عن بعض اقول على طول ده مختلف الاضلاع. طب في مثلث الساقين ساعات ايه يديني كده مثلث اطوال اضلاعه 8 سنتي و9 سنتي و8 سنتي. لو خدنا بالنا 8 سنتي و8 سنتي ادي رقمين زي بعض، يبقى ده متساوي الساقين. لو قال لي كده 4 سنتي و5 سنتي و5 سنتي، ايوه في برضه رقمين قد بعض، يبقى كده المثلث ده متساوي الساقين. طب متساوي الاضلاع سهله جدا، يقول لي مثلا مثلث 10 سنتي وكمان 10 سنتي وكمان 10 سنتي. المثلث ده كل اضلاعه قد بعض 10 10. لو خدنا مثلث تاني، لو قلت 8 سنتي والضلع التاني 8 سنتي والضلع التالت 8 سنتي، يبقى كده ال3 أضلاع قد بعض، يبقى ده المثلث متساوي الأضلاع. نقولهم تاني، أنواع المثلث بحسب أطوال أضلاعه، مختلف الأضلاع، متساوي الساقين، متساوي الأضلاع. بس المعلومة دي لو هعلمها لطفلي منتهى البساطة هكتب له أرقام وهو يقول لي 3 أرقام، مثلث 3 أرقام، أكتب 3 أرقام، يعني يا إما كلهم مختلفين، يا إما في رقمين زي بعض، يا إما في 3 قد بعض. وهو يفضل يقول النوع لغايه ما يحفظ مختلف الانواع، الاضلاع متساوي الساقين متساوي الاضلاع. بكده ابقى عرفت انواع المثلث في الحلقه اللي فاتت بحسب زواياه، وفي الحلقه ديت بحسب اطوال اضلاعه. كده نكون عرفنا معلومات كتير قوي عن المثلث، ودي حلوه قوي يعني في بدايه الهندسه، لان المثلث ده من الاشكال المهمه جدا 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 في الهندسه. فعشان كده يعني نذاكر دوت كويس، لان لسه هديكم محيط ومساحه المثلث ان شاء الله في الحلقه الجايه. ويا ريت اعملوا سبسكرايب واعملوا شير للفيديو على اوسع مدى، يعني
لو عندكم جروبس ينفع اعمل في جروبس ديت، لو عندي اصدقائي اي حد مهتم بالرياضيات خليه يخش الفيديوهات بتاعتنا. احنا عاملين فيديوهات في كل المجالات، القناه بتاعتنا تعليميه تثقيفيه ترفيهيه، فمن فضلك شارك في قناه ايهاب روماني. بكده نكون نكمل مع بعض كل المناهج التعليميه. اشكركم لحسن المتابعه، الى اللقاء في الحلقه القادمه.